إن أعظم ما يمن الله تعالى به على الداعي أنه جل في علاه قريب ممن دعاه، وهذا نوع من الاستجابة المذكورة في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، فإن من إجابته أنه قريب ممن دعاه. لا يختلف ذلك في حق الداعي دعاء عبادة وتقرب إلى الرب جل في علاه، أو الداعي دعاء مسألة وطلب بإنزال الحاجات، فكلاهما جاءت النصوص في بيان عظيم منزلتهما عند الله، وأن الله قريب من عابده، وأنه جل وعلا قريب من داعيه. والقرب، قرب الله من عبده، هو إيذان بخير عظيم وعطاء جزيل. فقرب الله لم يأتي لمجرد الخبر عن علمه وإحاطته، فهو العليم بكل شيء جل في علاه.